هذا وأكد رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ جيمس كيا في كلمة الله على ضرورة العمل بفعالية والسرعة لتقليل الانبعاثات الكربونية. وطالب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بضرورة زيادة تمويل المشاريع المناخية في العالم. في العقد الأخير كانت هناك محافظة على التخفيضات في تكلفة الطاقة المتجددة، وتقييمنا لتقليل الانبعاثات يأتي من خلال العمل الآن وبسرعة وزيادة وتيرة التمويل. البي سي سي قامت في أقل من شهرين بالوصول ل 195 من الدول التي سوف تأخذ القرارات للعمل على الأهداف المناخية بفعالية على مدى العقد الحالي. Assessment cycle.